أصفر والله من زيت اللي يجينا بالشهرية بحطه وبناكل منه. أظنك مؤمنة بالصافي. أنا بتحمل أحيانا ما بآكل، بس بتعمل الليل. صار لي امبارح ولت امبارح ما بالصحة ولا بحط بتمي، بس ببركهم بياكلوا حوالي بشوفهم مبسوطين عم ياكلوا كأني انا عم اكل. والله العظيم ما حطيت بتمي صار لي شهور. انا بتحمل بس هو بيتحمل. اقول بحمد الله انا عندي جسم بغاوت بس انت هذا ما بغاوت. Thank you.